هذه مشعر عرفات، هذه لوحة تعريفية. طبعا أنت هنا، وهذه التوزيعات الكاملة لعرفة، المخيمات والشوارع والطرق. نشوف الألوان والدول، ونشوف العلامات. هذه يسمونها عنوان الخريطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم، من هنا من مكة المكرمة وتحديدا من مشعر عرفات. مشعر عرفة من الأماكن المميزة والمفضلة لدي في تغطياتها وفي الأوقات اللي أعيشها في مشعر عرفة. تذكرنا بأيام الحج ويوم الحج الأعظم. الناس تقف في هذا الجبل وفي هذه الساحات وتملأ هذه الطرقات. نشاهد الجميع يدعو في هذا المكان ويستغفر ويسبح ويهلل ويكبر. مكان جميل عندما يمتلئ بالناس وعندما يمتلئ بالحجاج فقط في يوم واحد يمتلئ هذا المكان ثم يعود لما كان عليه. طبعا تغطيتنا الآن من مشعر عرفة، وبإذن الله راح ننتقل معكم إلى مشعر مزدلفة عن طريق هذا الممر. طبعا أغلب الحجاج بعد ما ينتهون من مشعر عرفة وعند النفرة يتجهون من هذا الطريق مشيا، للي يحب يمشي. تقريبا هذا سوق العرب، طريق المشاة. فراح نسلك هذا الطريق بإذن الله. طبعا اتجاه القبلة على نفس الاتجاه هذا. طبعا هذا مستشفى جبل الرحمة. والله نشوف الزوار في أعلى جبل الرحمة، وهذه عين زبيدة وسبقا غطيناها. طبعا الآن متجهين إلى مشعر مزدلفة، وهذه نهاية عرفات، ولا زلنا متجهين في الممر المخصص للمشاة. طريق المشاة. ما شاء الله نشوف دورات المياه على اليمين وعلى اليسار. هذا طريق مشاة، وعلى يسارنا كمان طريق مشاة. هذه فقط مخصصة للمشاة، السيارات ممنوع دخولها من هذا المكان. طبعا وقت الحج ممنوع دخولها من هذا المكان. هذا طريق المشاة يودينا على مشعر مزدلفة، على الجمرات. تقريبا المسافة بين مشعر منى، مشعر مزدلفة ومشعر عرفة تقريبا 5 كيلو.
ما شاء الله يمتلئ هذا الممشى بالحجاج المتوجهين أو بعد نفرتهم من مشعر عرفة، نشوف هذه الطرق مليئة بالحجاج. مزدلفة 4 كيلومتر، منى 7 كيلومتر، الجمرات 11 كيلومتر، يعني من مشعر عرفة إلى أو من جبل الرحمة إلى الجمرات تقريبا 13 كيلومتر، 13 إلى 15 كيلو. متخيلين يوم عرفة كيف أعداد الحجاج اللي هنا؟ صراحة خصوصا وقت الغروب، ولما تشوف الناس اللي جالس اللي يمشي اللي ما شاء الله شعوره لا يوصف، ما راح يعرف إلا اللي حج وجلس في عرفة يوم الحج. أهم شيء الصورة تكون واضحة من الاهتزازات ولا. يا الله ممشى جميل، طبعا راح أواصل بهذا الطريق ولا في ممشى ثاني على اليسار ممكن أفضل. الحين 3 مسارات، ما أدري وين المسار الأفضل. ما شاء الله الآن في 3 مسارات، واحد وعلى اليسار الثاني، وبعده في مسار ثالث، كلها مسارات مخصصة للمشاة. طبعا الجلسات العصرية وتكون ممتعة في هذا المكان. متنفس لأهل مكة، هذه الأماكن متنفس لأهل مكة. والله ما أدري، إن شاء الله الصورة واضحة. طبعا في العادة اللي يمشون يوصلون مثلا مع زحمة الناس، واللي بعد ما يحركون من بعد ما ينفرون من عرفة بعد غروب الشمس تقريبا يوصلون مزدلفة على الساعة 10 11. هذا اللي ما شاء الله سريع في المشي. طبعا خلاص الآن وصلنا تقريبا بداية عرفة، بداية مزدلفة. المبنى اللي على اليسار مبنى الإذاعة والتلفزيون، دائما ينقلون الحدث من هذا المبنى. على اليسار قطار المشاعر، مزدلفة 1،
نشوف الآن القطار، قطار المشاعر أو مبنى قطار المشاعر مزدلفة واحد، للي بينزل هنا في مزدلفة واحد، أو الموقف الثاني اللي أمامنا الآن مزدلفة اثنين ومزدلفة ثلاثة. ونشوف ساعة مكة أمامنا باتجاه القبلة. هنا طريق المشاعر، طبعا في عدة طرق، ما ادري اخذ يمين او يسار او طريق المشاة. طيب ناخذ نعم، بعض الاحيان نتعب في التصوير وفي الأخير يجي التصوير ما هو واضح، لكن إذا كان بعد المونتاج راح أشوف. بس أهم شيء إذا كان طلع يعني كويس أو زي كذا، فحاولوا تدعمونا أقل شيء باللايك بالاشتراك. هذا مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، هذا هو. فتحصل على هذا المسجد زحمة، ويعني هذه الساحات كلها تكون مزحومة بالناس. شوفوا هذه الأماكن كلها تكون مزدحمة يوم ليلة التاسع من ذي الحجة. طبعا كما قلنا هذه الطرق، وتكون في مخيمات وتكون مليئة بالحجاج يوم أو ليلة التاسع من ذي الحجة. شعور لا يوصف، لن يستطيع أن يصفه إلا من كان هنا في أيام الحج. طريق الجوهرة على اليمين، طريق الملك فيصل على اليسار، كلها تؤدي إلى مشعر منى. ما أدري نوصل لمشعر منى؟ لا نوصل في، لا يتقفل الطريق من هنا. فنعتذر لكم، راح تكون نهاية تغطيتنا في هذا المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبإذن الله من مشعر منى راح يتم تغطيتها في وقت لاحق. أخذنا جولة سريعة في مشعر عرفة، وأخذنا جولة كذلك سريعة في طريق المشاة. أتمنى أنها كانت واضحة، وكذلك أخذنا جولة في مشعر مزدلفة، وتعرفنا على الأماكن وأماكن تواجد الحجاج والطريق المؤدي بين عرفة ومزدلفة. أتمنى يكون لي الشرف في أن أكون حج هذا العام متواجد في هذه الأماكن، وبإذن الله راح يتم تغطيتها تغطية أفضل، ونشاهد الحدث جميعا مباشرة. طريق المشاة إلى منى.
طبعا الآن متوجهين إلى الدائري الرابع، وتكون نهاية جولتنا. ما شاء الله، والله صورة جميلة نشوفها الآن على، طبعا الآن أمامنا مواقف أو مبنى قطار المشاعر مزدلفة ثلاثة. هذا الطريق يودينا على هنا، ولكن راح ناخذ يمين باتجاه الدائري الرابع باتجاه بطحة قريش و الشوقية. العزيزية يمين، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما قلنا لكم، لا تنسونا من تعليقاتكم الجميلة واقتراحاتكم، وكذلك اللايك، أهم شيء اللايك، واللي ما هو مشترك يشترك. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن نكون وفقنا في هذه التغطية، ونعدكم بالمزيد والأفضل.